My name is Mohamad Mansour. I am 14 years old. I am from Palestine. أنا ساكن مخيم شتيلة. Welcome. هاي هي الغرفة اللي أنا وإخواتي مننام فيها ومنقض دراستنا فيها. زي ما أنتوا شايفين هي يعني ما بتقدم لنا جو الكامل نقدر نحن ندرس مزبوط. هي مدرسة رام الله سكول. أنا بهاي المدرسة صف الثامن. أحلى شيء بهاي المدرسة إنه معلمينا في مننا مناح وبيساعدونا كتير. طيب أتمنى إنه لو أساتذتي لو رجعنا على الشام. It's a great student. ما أتصور إنه نقدر نحنا يعني ندرس من دونهن وإنه هن ساعدونا كتير وأنا بشكرهم كتير. ممكن أنا أقدر أطلع بلاد برا وأعيش برا بدول أجنبية إنه هناك الأجانب هن ما عم بعايرونا إنه فلسطينية. بعد درست وتخرجت أنا ممكن أطلع لبرا وأشتغل برا ما حد يقول لي إنه أنت فلسطيني لازم ما تشتغل.